اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن حشيش، فوز النادي الاهلي النهارده بيوصل صداره ترتيب المجموعه او ترتيب الدوري برصيد 38 نقطه. هدف المباراه النهارده بعد كم فرص كتير ضائع من لعيبه النادي الاهلي، لكن في النهايه محمد عبد الله بيتسبب في ركله الجزاء ويسددها فارس خالد لتصبح النتيجه وتنتهي المباراه 1-0 للنادي الاهلي. هاخد من كلامك، وطبعا احسن حاجه في المباراه طبعا ضعيفه متوسطه او ضعيفه، احسن حاجه هي 3 بونت وتصدر، الاحتفاظ بالتصدر طبعا الصداره. انما واضح برضو من في الشوط الثاني نفس الاخطاء بتاع الشوط الاولاني ما اتحسنتش. انا كنت متخيل ان هيبقى في تاثير للمدير الفني ان هو يقدر يتكلم مع اللعيبه على بعض الملاحظات اللي كانت باينه للناس كلها الشوط الاولاني، انما برضو شفنا في الشوط الثاني سلسله من ضياع الاهداف وعدم التركيز على المرمى. بنوصل احسن من الشوط الاولاني، انما برضو نفس الاخطاء، برضو ما كانش فيه برضو لعب من على الجناب والتصميم على الاختراق من النص. حتى بعد التغييرات ظاهره غريبه، انا ما شفتش حد في الفرقه كمان بيصوب من بره خالص، يعني ما فيش موضوع التصويب ده مش موجود. اللعيبه مصره تدخل بالكوره لغايه 6 يارد، وده صعب جدا في ظل التكتل الغريب. كان المفروض ان يبقى في حلول في تصويب من بره، وخصوصا ان حارس مرمى البنك الاهلي كان باين قوي من الشوط الاولاني، قلنا ان هو ضعيف شويه، فممكن التصويب من الخارج يعني دي ركله الجزاء اللي تسبب فيها لعب محمد عبد الله بعد عرقلته من حارس المرمى وسددها فارس خالد. الحقيقه فارس طبعا حط ضربه الجزاء بكل ثقه، حطها في زاويه، الحارس راح على الزاويه الثانيه. كنت متخيل برضو بعد الهدف ده اللي هو جه في الدقيقه كام، يمكن 71 او كام الهدف، الدقيقه 52 ان ممكن يبقى في خلاص بقى، انت خدت الثقه وجبت الهدف اللي يريحك، ابتدي بقى حتى لو في توتر شويه، ولو ان ما كانش المفروض يبقى في توتر، لان المباراه على ارضك ومع فريق متوسط المستوى ومتزايل الجدول، فالمفروض ان انت تبقى هاجم واحسن، وخصوصا الشوط الثاني. برضه حصل بعد الهدف لقينا برضه استرخاء ثاني وعدم التركيز في الوصول للمرمى والاصرار على العمق برضه، وزي ما قلت ما شفناش حلول كثيره لتسجيل الاهداف. يعني مباراة متوسطة، أحسن ما فيها هي طبعا الثلاثة بونت. دكتور ثابت، شفت المباراة إزاي؟ وإيه الحل في كم الفرص الكتير اللي ضائع؟ أولا هو فوز بالثلاث نقط بس، لكن على مستوى الأداء مش أحسن حاجة النهاردة أداء النادي الأهلي، الفريق محتاج شغل كتير. صحيح أنت بتعزز صدارتك في الدوري وبتواصل برضو فرق 8 نقط عن الاتحاد، ولكن في مكسب وفي برضو نقطة كده عايز أتكلم فيها. المكسب أنا شايفه محمد عبد الله، انا شايفه احسن، خرج الشوط الثاني مصاب، هو اللي المباراة. تسبب في ضربه الجزاء وعمل شوط اول كويس، لعيب مهاري ومميز اللي هو اللعيب الاشول اللي هو رقم 18، لعيب كويس. وحتى لو جبنا ضربه الجزاء اللي تسبب فيها من اولها هنلاقي ان هو ازاي قطع في العمق وازاي اتلعبت له تمريره طوليه وقدر ان هو ياخد منها من ركله جزاء. ده بالنسبه لمكسب المباراه. لكن انا عندي رساله لزعلوك. زعلوك واحد من المهاجمين اللي انا بشوفه عنده امكانيات كويسه، ولكن انا عايز اقول له الفتره الجايه محتاج وقفه، محتاج تمرينات اكتر في التحرك بين الخطوط، في الاستلام، في القطع القريب. هو دخل الموسم مش بدايه الموسم، مع فتره الاعداد بعد انتهاء فتره الاعداد في نص الموسم يعني. بس زعلوك احسن من كده. عايز انا متوسم فيه ان هو عنده امكانيات كويسه جدا، خاصه ان هو كان هداف في الدوري السنه اللي فاتت. فانا شايف ان هو عنده امكانيات كويسه بس فاقد الثقه. اللمسه الاخيره، المهاجم دايما عايز يجيب اهداف، لما تجيب جون واحد بس طول السنه انت محتاج انا متاكد ان شاء الله ان هو لما يجيب جون والتاني العجله هتمشي، لان هو عنده امكانيات هايله ان شاء الله. نتمنى ان هو يعني انا بوجه له رساله تحديدا، لان انا متوقع من اللاعب ده ان هو عنده امكانيات كبيره. فان شاء الله مع التمرينات مع العمل مع استعاده الثقه اتوقع ان شاء الله ان هو هيكون افضل من كده. ويعرف حاجه يا احمد برضو تكمله، معلش الكلامك، يعرف ان برضو اللعب في النادي الاهلي غير. يعني لما بتلعب في نادي تاني ما كان بيلعب في دجلة برضو الأمور سهلة، والمباريات برضو فيش ضغط على فرقة دجلة زي ما بيبقى فيه ضغط واهتمام من أي فرقة، سواء زي احنا شفنا النهاردة فرقة متوسطة زي البنك الأهلي وجاية بتلعب قدام النادي الأهلي آخر الدوري، بيلعب مع أول الدوري. شفت الكرة دي إحدى الفرص ليوسف عفيفي اللي نزل الشوط الثاني، قلب المباراه للنادي الاهلي بصراحه وتغييره هايله. يوسف عفيفي لعيب مميز بكورته، وخلي بالك لسه راجع من الاصابه، بقاله حوالي دي اول مباراه يلعبها بعد الاصابه، بقاله شهرين. عنده حلول يا احمد دايما، عنده حلول وبيلعب وينج، اللعبه يرجع توقع من الحارس، صانع العاب بيكمل
وبيلعب صانع العاب وبيلعب وينج وبيلعب برضو ممكن يلعب 8 يعني. يوسف عفيفي لعيب مميز وكورته حلوه. وهنا توقع خطا الحارس. الحارس بصراحه احنا ما استغلناش خالص. انا حاسس ان هو مستواه مش كويس مش يعني مش قوي قوي. كنا نقدر نستغل الكلام ده بالتسديدات الكتير ما استغلناش الكلام ده. يمكن فكر الكابتن علاء عبده مدرب النادي الاهلي هو عمل حركه كده في ما بين الشوطين لاحظتها. اولا هو غير مركز محمود لبيب اللي هو المساك وده باك ليفت وطارق فوزي وده مساك. ده في اول بالظبط 10 دقايق من الشوط الثاني. هو بدا الاول بال 4 4 2 دايموند في بدايه المباراه. بعد كده عدله شمال وكده كده الاثنين يعني عنده مصاب. فحس ان هي عملت لخبطه رغم ان هو سجل هدف. بس حس ان طارق فوزي لما دخل مساك ما كانش جيد فيها فرجعه ثاني. بعد كده بدا يغير طريقه اللعب خالص. حولها لايه؟ لما نزل يوسف عفيفي لعب برضو أمن في الآخر بثلاثة ارتكاز تانيين بس بوينجين بقت 4-3-3. هل النهاردة غياب رأفت وسيف أيمن محمد رأفت وسيف أيمن والاثنين سيف أيمن عنده سرعات ومحمد رأفت لعيب بيلعب 10 أو 6 أو 8 في نص أثر على طريقة اللعب النهاردة؟ هو أثر بس أنا شايف أن طريقة اللعب اللي احنا بادئين بها مش مناسبة للإمكانيات اللعيبة الموجودة. 4-4-2 دايموند وللمباراة 4-4-2 دايموند محتاجة أنت ما عندكش الظاهرين كويسين هجوميا عشان ألعب براسين حربة بدايموند بصنع ألعاب في العمق. لا، امكانيات الفرقه بتاعه 2005 دي انت عندك اجنحه اكتر. عندك يوسف عفيفي كويس، عندك احمد عزت كويس، عندك محمد رافض كويس، عندك محمد عبد الله كويس. 4 اجنحه كويسين. فالفرقه دي محتاجه محتاجه جناحين مش محتاجه جناح واحد ومهاجمين. فانا شايف ان البدايه بطريقه اللعبه دي هي اللي بس كانت مش موفقه قوي.